الزينات صافا كي بقيتي اختي لاباس عليك امورك هانيه كلشي على خير كلشي بخير هادو غادي ديرونجيوكم داك العكس ديالهم في الزاج غادي ديرونجيكم كي بقيتو لاباس عليكم امركم هانيه غادي ندير لكم هاد لا فيديو وانا ما عارفاهاش صراحه اش غادي يكون فيها المهم اول حاجه بغيت نبارطاجي معاكم الذهوبات اختي عشاق الذهوبات حلو ديناتكم معايا عشاق الذهوبات عشاق لي زاكسيسوار الى اخره شوفي لي يا اختي اشنو خديت شوفي لي اشنو خديت كنوجد اختي للسفر ما بقاش هي صافي في هاد الايامات هادي غنقول لكم زيدوا معنا نفوجوا نبدلوا الجو نبدلوا الروتين ديال الدار نبدلوا الروتين ديال لي فلوغ الى اخره فغادي نبارطاجي معكم اختي اشنو خديت لراسي قبل ما نسافر لان ما كنبغيش نسافر انا بالذهب ابدا ولا كنبغي نسافر بالذهب اختي لان راك عارفه مع البحر مع العمان مع الخروج بنت كيكون تالف الزحام هذا فكاع داكشي يعني انا اللي ننصحكم به كاع داكشي الذهب ديالكم ما تاخذوهش اختي ما تديوهش معكم في السفر كاع داكشي المهم ما تديوهش في السفر المهم هنا غادي نبارطاجي معكم شوفي ليا شوفي لي الجمال كي جاك ها قولي لي كي جاك جوج ديال لي براسلي هادو البنات لي زاكسيسوار لي غنبارطاجي معاكم لاباج ديال كادي جويل خديتهم راسي اختي قبل ما نسافر بغيت هكا زاكسيسوار جداد فهمتي بغيت شي حويجات جداد داكشي علاش وانا اون فوا كندخل لاباج ديالهم ديال كادي جويل غنخلي لكم لتحت في لاباغ دانفو اون فوا تندخل تما بقيت تما فلوسي مشاو تما بقيت تما فلوسي مشاو المهم اختي انا غادي نبارطاجي معاكم هنايا خديت هاد البراسلي شوفي كي داير شوفي شوفي البراسلي كي داير فن كايحمق شوفي ليا البراسلي الثاني فن ولي براسلي ديالهم البنات راه ما تيتخبشو ما تيكحلو ما حتى شي حاجه هذا تيجيو بحال هكا تيجيو هكا شتو وعندهم بزاف ديال الشكيلات واحد اخرين البنات انا نديرهم نوريكم بلاتي ها انت اختي اي ويلي فوالا ها شتي فوالا شوفي كي بقيتي اختي لبس عليك امورك هانيه ويلي اش غنديروا يا اختي فين غنمشي واش بينا نقولوا المهم فنين اختي وخديت اربعه ديال الحوالق كادي جوال غير كيديروا لي باك ديال الحوالق كتاخدي اربعه كتاخدي اربعه ديال الحوالقات فنين لا كاليتي ديالهم فنه وقلبت على واحد الحوالق قلبت عليهم حتى سخفت خديت اربعه كيف ما قلت لكم كاين هاد الشكل الاول شوفوا كي داير داكشي سكس الليدن وخديت هاد الثاني هادو كيجيو دوك اللي كيجيو هكا سيرتي سامبل وخديت هادو اللي تقلبوا عليهم نص المغرب ما عارفينهمش فين كاينين هادو البنات ها هما البنات فنين كتعرفوا كيفاش كيجيو عرفتوا هادو كيجيو مع شي لبيسه ومع شي شعير مجموع كيبدلوا الاكسسوار تيبدل لك الحطه كلها ها هما البنات عرفتوا فني دابا تشوفوني هكا عنديهم معايا ودابا تشوفوني هكا انا لبست شي حاجه ونديرهم نتصور لهم وتشوفوا وخديت هادو لحقاش جاياني واحد المناسبه خديت هادو بحال هكا فوالا شتو كيقولوا لهم البنانه هادو هما اللي خديت كيجيو بحال هكا بحال هادو وما فيهم الحجارات لي زاكسيسوار ديال كادي جويل غي راه لا يعلى عليهم اختي انا نحط لك لاباج لتحت دخلي وشوفي وديري هاه على الاثمنه ركزي لي على الاثمنه شوفي لي الاثمنه شحال المهم اختي هذا الشيء اللي خديت للسفر ديال لي زاكسيسوار لان كيتحتاجوا كتبغي تصوري تصويره وكذا حاجه كتكمل حاجه فهمتوا شي كيكمل شي هذا مكان الكبيدات دابا اختي غنمشي نشوف اش بغيت ندير اختي ولدي واش اختي انا كنمسح هاد المرايه كان كيهز بابا ولا شي حد شوفوا يديه شوفوا يديه عباد الله وعباد الله عتقوا الروح ما غنصوروش هكا غنصورو هكا يا اختي المهم الكويدات لقيتوني دابا غادي نخرج غادي نمشي للبنكه ضروري 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 خاصني نمشي للبنكه دابا ومن بعد كنظن غادي ندوز لان ديجا انا موجده الغدا ولكن ما عرفتش شنو كيطرى عليا كنوجد ولكن ما كنقدرش ناكل داكشي اللي كنوجدو انايا يلا فهمت صدق
داكشي اللي انا كنوجدو ما كنبغيش ناكلو صافي. هادشي اللي عطى الله هاد الساعه اختي. المهم غادي ندوز كنظن ندوز طريقي نجيب معايا شي حاجه ناكلها وغادي نمشي عند ماما ميا عارضه انا اختي الكسكرات كتقرا تجي دير كسكرات. ايوا غنمشي عندها الكبيضات ديالي هذا ما كان. المهم بقاو معايا تشوفين جايز. انا كتدوش على حالتي حمقني ولدي كتعرفوا حمقني باش نعس خرج لي العقل عاد نعس. المهم مشيت للبنكه ما ديتش تليفوني مشيت للبنكه مورا هاد اختي خديت شاورما شهيت صافي شاورما خديت دجاج صافي اختي حمقني كتعرفوا شنو حمقني باش حمقني هي الشاورما اللي خديت هي هادي عطو انا كاش حل جديد بسم الله حطام ولا اروع الفريد الفريد اختي هنايا خديت الدجاج كيعطيو فريت الروز الدجاج ولاصوص صافي اختي غنزيد واحد المايونيز هريسة مايونيز فوالا ولكن البنات قبل ما غادي نجلس ناكل غنمشي اختي نغسل غنحني شعري هكا ونغسل لان عرفتو عراقيت شعري ولا فاز كتير قدر متنحملش شعري ينشف لي على العروقية متنحملش غادي نحني نغسل شعري وعاد نرجع لكم. شوفوا البنات هو عاد نعس عرفتو حمقني اقسم لكم بالله تحمقني ها هو اختي عاد نعس شوف طاح كاو طاح دوده كان فيه النعاس وما عرفش ينعس وعرفتو ضاغطه خرجتو زعما معايا ديتو معايا فاش خرجت ديتو معايا قلت زعما راه غادي يدوخ بالطوموبيل وهذا ساعد ليا الشوها في الطوموبيل ما بغاش يجلس حتى جينا لهنا عرفتو حمقني واحد الناس تحيدت عليا بعدا عرفتو تبردت فريمون تبردت لان شعري كان عرقان فريمون عراقيت صافي ما بقيتش قادره خلاص تداتي دوشتها في الصباح شعري اللي قلت زعما ما ندوشوش الساعه اختي ما قدرتش ابدا صافي دابا غادي نمشي ناكل ونخلي غالي شويه يزيد يرتاح باش فاش نمشيو عند ماما يعطيهم الكانه انا هادشي اللي ما بغيتش ماشي فاش يمشي عند ماما عاد هو ينعس كيكونوا موحشين وموحشه العائله باغي يلعبوا معاه هذا هو عاد تينعس داكشي علاش اجي من مورا ما تغديت غادي نمشي نتكى واحد شويه باش شويه اختي نرتاح ونرجع شويه داك الكانه وداك المورال وداك الشيء نمشي نتكى واحد شويه الكبيدات ومن بعد عاد نمشي عند مامي الزين شوفوا الزين شوفوا الزاد هانت غادي طيح هانت غادي طيح شوفوا الزين شوفوا الزاد يلا طلع يلا عيد با صافي يا صاحبي يلا طلع يطلع الدار ويصال البنات شوفوا لوستي دايره ليا الفلاش لحقاش فريمون الظلام. المهم مشيت عند ماما وجيت ما صورت لكمش لحقاش كانوا خوالاتي بلا فولار وهذا فما جات شي ما كاينش كيفاش صافي قلت مع ماما واحد شويه انا ما طولتش قلت مع ماما واحد شويه لان ديجا مشيت معطله قلت مع ماما واحد شويه وجبت غالي لبابا
باش غيخرجوا هو وبابا وانا غادي نخرج انا ولوستي غادي نمشي نشوف اختي الا لقيت واحد البلانات ان شاء الله. الا لقيتهم راه غادي نبارطاجيهم معاكم. ما لقيتهم شي شفنا وشفكم الله. كليتي شنو سميتها؟ زعفران. ام باك كبيده رجعت للدار دابا اختي غادي نبارطاجي معاكم شنو زعما شريتو ديك الشيء غادي نوريكم. اول حاجه انا فهاد الميكه هادي هانتوما اختي خديت هاد لونسامبل هادي ديال سوفيتمون والدوني ديالها هاد سوفيتمون والدوني ديالها الدوني والشورت ديالو هانتوما هاد الشوارط هكا كيجي ما طويل ما قصير كيجي فوق الركيبه فوالا خديتو في النوار باش هكا تلبس معاه اي حاجه. وها هو الديباردور ديالو ها كيفاش كيجي شنو هذا غير خيط الديباردور ديالو فيه هنايا شبيكه شفتو عند ديال هكا الدار ديال سوفيتمون ديال تحت الحويجات هذا تحت الكسيوات كيجيو زوينين. دونك خديت هاد لونسومبل هادي ديال هذا و خديت رجعت عند مول البيجوم وخديت ديك البيجاما اللي كانت عجبتني عرفت شحال من نهار 3 ايام وانا كنمشي عند داك مول البيجوم وما تلقاهش 3 ايام نهار مول نهار مول نهار. دابا عاد لقيتو البنات ما تحقروهمش فاش تشوفوهم هكا انا حتى انا حقرتهم فاش شفتهم هكا وخديت معاه بالشوار قلت ليه شوف انا غندي واشكرهم ليا وقلت ليه انا غادي ندي هادو كيجيو بيجاما كسيوة قلت ليه انا غادي ندي ونشوف يعني دايره معاه انا غير نرجع له صدقت راجعه باش نزيد عرفت يا البنات في اللبسه دابا تشوفوني لابساهم عرفتوا يا البنات في اللبسه كي كيجيو الحلاوه ديال الحلاوه ديال الحلاوه. خديت في الاول واحد لا كولور جايه هكا طافيه ودابا اختاريت هذا الغوز ها نتوما اختاريت هذه اللوينات الغوز البلو البلون جايه حليل ويا البنات عرفتوا في اللبسه كتجي حلوه كتجي فنه. خديت هذه البيجيما عند مول المقبطات وديك الشيء مشيت عند مول المقبطات وانا نلقى عنده اماما مشيت عند مول القبطات وانا نلقى عنده بزاف ديال الشكيلات فين تبان الشكيله ديال الورده الصراحه حمقوني 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 انا ناخذهم. اول حاجه خديت بكيد ديال الاستيكات اللي كنستخدم انا شعري ها نتوما هما اللي كندير شعري باش ما كيزيروليش شعري وما كينتفوهش ليا. دونك البويض كنديرهم للتبيات كنبيت بهم شعري يعني كنجمع شعري كنبيتهم به والنوار ديال الخروج الكحل ديال الخروج البويض ديال الدار. المقبطات اللي خديت شوف شوف فنيون فنيون هكا جونغ صفار الى اخره فنيونين ها نتوما كيحمقوا انا اختي حمقوني انا بعدا سطاوني. شوفوا لا بروميير كولور هي هاد الغوز ياكو لا دوزيام كولور هاد الموف. جنسيست على لي كولور راه مايمكنش الوانهم شحال فنين. شوفي لي اختي اللوان شوف انا جلست مشيت شفت ولدي قلت ليكم هاد الجويجات هادو حمقوني هاد جوج الالوان جاوني صيفيين وجاوني ديال الصفر فهمتوا يعني اللوينات ديالو جايين حلوين وتا دوك ديال الورده زوينين ولكن صافي يعني ما انا لقيتهم فواحد لاباج لقيتهم فواحد لاباج وحده كدير لهم 25 وحده كدير لهم 20 وانا كناخذ من شيئين دونك لقيتهم شيئين خديت واحد يلا غادي يوصلني ان شاء الله فاش يوصلني نبارطاجيه معاكم. المهم ها نتوما انا عزاز عليا هادو هادوك ديال الورده غير بوغ لا ديكوراسيون صافي ماشي ديال كل نهار ماشي ديال الجميع المعقول يعني غير فهمتوا غير للتصوير وصافي. المهم خديت هادو وخديت هاد الجويجات شوفوا شحال فنين شوفوا شحال شوفوا لي لي كولور راه يمكنش هادو البنات ديال اللي كيجمعوا شعرهم غير هكا وكيخليوه هنا مطلوق دونك تتجمعي غير هنايا ها نتوما هذا في هاد البلو قلت لكم البنات وكاين هاد الغويز هذا شوفوا كي داير فن لي كولور ديالهم كيحمقوا شفتوا راه ما يمكنش شحال فنين اختي. واخر مقابض خديت اللي هو هذا ها نتوما هذا هو اخر مقابض خديت حتى هو ديال الجميع ديال هكا وهكا صافي ولكن اللي خديتهم زعما ديال القلب وديال الصفر هما هادو هذا اختي فريمون حمقوني وخديتهم بالشهوه لحقاش فريمون سطاوني البنات هادو كيحمقوا. كانوا هادو هما المشتريات ديال الحويجات اللي شريت غالبا زدت شريتو لان شريت له جوج ديال لي زونسومبل زائد حويجاتو اللي عنده تبارك الله وماما حتى هي شرات ليه بابا حتى هو شرا ليه فبارك اختي باش ما نكثروش هي سورتو الوليدات الصغار غير تيكبروا. صافي هذا ما كان كبيدات المهم راني كنوجد اختي كل مره كناخذ حويجه ما بقاش هي بزاف
ما عرفتش واش غادي نزيد لكم في هذا الفيديو شي حاجه اولا غادي نحبس هنايا جو بونس اني غالبا غادي نحبس هنا باش نبداو عاوتاني فيديو جديد ان شاء الله. في الفيديو الجاي غادي يكون داكشي زوين الحلاوه العسل داكشي غزال اختي البنات اللي عزيز عليهم اختي الطوطيح والدوران والتفرويح والخروج وداكشي لي فلوغ الجايين غادي يكونوا روعه. صافي كبيدات هذا ما كان غالبا غادي نحبس لكم الفيديو هنايا تنبغيكم بزاف بزاف ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. باي باي عليكم.